الله يسعد أوقاتكم حبايبي. اليوم بدعمل أنا وياكم 6 أنواع من الساندويش لطلاب المدارس. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شيء رح أعمل ساندويش الزعتر. هذه ساندويش كتير بعتقد بيعرفوها وكتير طيبة ورائعة. بنحرك الزعتر ونحط بالساندويشة. ضيف بندورة نعناع كمان زيتون. هيدي أول سندويشة خلصنا منها. بحطها على جنب. الساندويش التانية مرتديلا. خس. كبيس لفت. كبيس خيار حامض. مايونيز. ملفة. هيدي تاني ساندويشة. نعمل طونة. منحط فوق الطونة ذرة وخيار مقطع بهيدا الشكل. شي كتير صغير. رشة ملح صغيرة. كمان رشة فلفل أسود. مايونيز. خلطهم منيح مع بعض. خلطهم منيح. هلأ بدنا نلفهم ساندويشة. بدنا نستعمل التوست. هيدي كمان ساندويشة. وبقصها بهيدا الشكل. القريدس. مايونيز. فلفل أسود. ملح. حركهم مع بعض. كمان بحطهم بالساندويشة. فينا نقصها بهيدي الطريقة وفينا بهيدي الطريقة، بس أنا بفضل هيدي الطريقة
افضل اذا الولد بده ياكلها تكون سهله عليه. ساندويش الجبنة نحط خس كمان بندورة رشة خفيفة فلفل أسود ويلي بحب بحط ملح. هيدا الشكل. هلا عنا سندويشة البيض المسلوق. ضيف الكبيس الحلو. فلفل اسود. ملح. مايونيز. هلا انتو الفلفل الاسود ما تضيفوا هالقد، حطوا اقل اذا ولادكن ما بيرغبوا بالفلفل الاسود. بنحركن منيح مع بعض. بعملن ساندويشة. هيدي الساندويشة السادسة. هيدي الساندويشة السادسة. إذا لاحظتوا ما تأخرنا فيهم دغري عملناهم. هولي 6 أنواع من الساندويشات اللي عملتهم أنا وياكم لطلاب المدارس. هيدا الشكل النهائي. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايب قلبي.